الآن سنجرب هذا السيرفر وهو ميجا لايف. هذا ميجا لايف هي العربية، هي عربية مكتوبة هنا. إذا سوف نضغط دبل كليك و كونكت. اسمع الموسيقى الجزائرية ولا العربية؟ بليز ريبيت يور اكونت باسورد فور ريبليكيشن. باسورد مشينا. اذا هنا يعطيك تختار بنت او فتى. اذا اختر ميل ذكر يعني، وهنا تختار العمر. اذا ساختار مثلا 23 مثلا كالعادة. سكين would you like your character to be between 1 و 311. اختار سكين ماذا تريد سكين من، اختار بين 1 و 311. واو. وكيف اعرف انا يا اخ؟ نكتب 10. اوكي انا نكتب 10 مثلا 10 10 وات. لا 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 واو ودي هادشي هذا. سكيب كليك سكيب اف يو هافنت بين ريفيرد باي اني ون. What the fuck? أنا عجوز صغير يا بني. Oh my god. Do you need a helper to tour you around? هل تحتاج إلى مساعد كي يقوم بلفك ودورانك في الحلبة؟ يعني في ال. سأقول yes. Okay yes. يلا. أعطينا دورة في السر. يا ابنائي لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك للفيديو. حسنا شكرا لكم. انا عجوز كبير في العمر يا بني. لا استطيع ان اجري يا بني، لا استطيع ان اجري. سكر هبكر واعطيني واحد يبيع ارخص مني، واحد يتكلم في الشط يا اصدقائي. دعنا نجرب، هل يمكنني تغيير سكين اذا قمت بسلاش سكين سلاش سكين جوج مثلا؟ ها نو اوكي. خلينا نكتبها بهذه الطريقه. نو اذا اتيت عند هذا الشخص يقول لك البودي جارد جوند تو جيت جوب. تكتب سلاش جون جوان ولا جون ولا جوان، المهم جوان سلاش جوان تو جيت جوب. اوكي باش تاخذ العمل، كي تاخذ العمل. اخيرا ATM سلاش ATM تو يوز ATM. تكتب سلاش ATM كي تستعمل هذه الماكينه. اظن انني يمكن اغير سكين بالذهاب الى مكان بيع الملابس. اوكي نعمل بيزنس انتري في وات. هل سادفع 3000 فقط للدخول؟ كيف سندخل الى هذا العجب والعجاب؟ سلاش انتر. ها ولو هنا في هذا السيرفر تكتب جيت سلاش جيت هيلب، بعد ذلك تكتب السؤال الذي تريد ان تطرحه بالعربية فقط، لان صاحب السيرفر جزائري واضح من اللهجة. وجد سيارة. وجد سيارة يا بنية. إنها سيارة جميلة. وات اف زعما ويت هذا جليتش. إنه جليتش.
يمكنك أن تقود السيارة ولكنني أنا أقودها الآن. What the heck. أنت تقود السيارة ليست لك. بالنسبة لهذا الصبر إخواني، حاولت أتواصل مع الأدمين عدة مرات ولكن لا يجيب، ربما يكون الوقت متأخر لأنه الساعة 12 ليلا.